منذ قليل افتتح رسميا المهرجان الثقافي الدولي أبلسة تينهينان لفنون الأهجار بطمنراس في طبعة جديدة، أي في الطبعة الرابعة، التي تحافظ على هويتها من خلال صناعاتها وحرفها التقليدية. طمنراس في هذا الروبورتاج لمحمد أمين بوتومي. هي أنامل سيرت من الخام منتجا سياحيا في حرفة أصحابها جعلوا منها التقليد بعد أن توارثوها الإبن عن الأبي والأب عن الجدي. من 6 سنوات في الميناء ثم بكري احنا ما قريناش انا فرنسا مستعمرتنا خلتناش نديروا واش نبغوا، ما لا عشنا مع الوالدين نتاعنا في هذا الصفة، علمونا الحرفة وقعدنا فيها. هذه حاجة نخدموها وراثية ابن عن جد، توارثناها من ابائنا ورانا حاكمين منها الوقت الحالي وماذا بينا تبقى الاجيال اللي مورانا. وهذه الصناعة التقليدية فيها عدة مصالح كبار كما نخدموا الفضة ونخدموا النحاش ونخدموا الحديد ونخدموا الحطاب ونخدموا فيما يخص النساء يخدموا الجلود. واللي يخدموا الطلبيات لا بس الطلبيات المحلية على خطر الفضة راهي تستعمل في الأعراس دائما. ولمن حل بعاصمة الأهاجار ذكرى زيارة المواقع السياحية وأخرى مكملة تبدأ باقتناء منتوجات سياحية بصناعة تقليدية. اللي يجي تمرست خاصو يزور المنتوجات السياحية التقليدية، ويعني الحاجة كامل تعجب لازمه الأقل يدي حاجة سوفينير منها. لي سوفينير تاعنا نتا تمرست تقدر تديه من بغيت، تقدر تديه من ليترونجي. إذن هي تمرست بمواقعها ومنتوجاتها السياحية تستقبل زائرها. كان استعرض أبرز